مهد المسيح، مدينة بيت لحم، حزينة الروح والقلب والوجه في ليلتها، الليلة التي تتوجه أنظار المسيحيين في العالم إليها ويتوجه إلى ساحتها الفلسطينيون بكل انتماءاتهم، ضاربين مثلا بمعنى الشعب الواحد والجرح الواحد، مثلما الفرح الواحد وكيف لا والقضية واحدة، وكل فرد من الشعب الفلسطيني تحت القهر نفسه. فكيف كانت ليلة الليالي في بيت لحم؟ هكذا بدت المدينة الفلسطينية العريقة، المدينة الصغيرة بمساحتها وسكانها والكبيرة جدا جدا بمكانتها ومعانيها وتاريخها، المدينة الفلسطينية المتجذرة في أرض فلسطين والمسافرة إلى أصقاع العالم قاطبة. بيت لحم حزينة في أجواء كانت للفرح، بيت لحم تكتوي بنار القهر والظلم لأن شقيقتها غزة تلتهب بنيران القصف. بيت لحم ترتدي ثياب الكمد لأن غزة توشحت بالجلد، كيف لا يتألمان لبعضهما بعضا وهما من جسد، هما من جسد، جسد واحد، إذا تأوهت فيه رفح أو أنت فيه جنين تألم سائر الجسد. الوجهان الباكيان للطفل وأمه في المغارة كثرت من بعدهما وجوه الأطفال الباكية ووجوه أمهاتهم الناحبة، وطريق الآلام لم تعد واحدة، ففي كل قرية وبلدة ومدينة ومخيم طرق من الآلام ومواطن من الوجع والظلم، لأن الأرض واحدة والشعب منذ آلاف السنين واحد، ولأن حزن الكنائس حزن المساجد، وأصوات الأجراس والأذان هوية المعابد وفلسطينية القصائد. يا غزة ويا بيت لحم ويا قدس ويا كل الوطن، تصلي الضمائر من أجل السلام لأرض خلقت للسلام.